طيب شباب 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 ابى اختبر قوه ذاكرتكم. حلو نبي نلعب اطول اسم بالعالم. حلو مثلا محمد يقول محمد، عمران يقول محمد، خالد ممكن سؤال طيب سعد مصطفى محمد يقول محمد عمر خالد، كل واحد يقول الاسم اللي وراه يسمونه لعبه حلو. لعبة السند 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 ايه كيف تكفى حطها خليني اضحك عليه تكفى هلا لا ما حطها لا لا ما حطها كويس يلا اضحك عليها طيب في امس كلهم لا حزينين وضحكوا تبدا انت اسمع اسم واحد ايه اللعبه اذا طولت عن ثلاث دقائق ترى عيال لا تطول نفسك انا بالنسبه لي والله اني ما الذاكره عندي مضروبه يلا نشوف جرب يلا يلا مر نفسك عشان نسوي الثاني يلا محمد سلطان محمد سلطان جمعان هذا غلط يطلع يطلع كيف كيف ليه تجيب اسمه بعدين اسمك اه اي فهمت يلا محمد محمد سلطان محمد سلطان محمد سلطان يتأخر اطلع برا شوي 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 محمد سلطان شوي اي اسم يلا اي اسم يا اخوي جمعة محمد سلطان دحيم دحيم يلا محمد سلطان دحيم عبد الغفور عبد الغفور محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى يلا احسنان محمد دحي محمد سلطان لا 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 اجيب اسم جديد هم يقول محمد لا 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 يجيب كل الاسم اخر شيء يجيبه لا شافهم يجيب الاسم الجديد كويس جماعه كذا تلخبط انت ما يلا بسرعه والله اني بطلع يلا محمد سلطان الدحيم عبد الغفور مصطفى خالد خالد يلا محمد سلطان دحيم خالد خالد يبدا بخالد يلا خلي اخوي خلي يكمل يا اخوي اللعبه تطلع محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى خالد حسنان حلو محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى إيه؟ خالد حسنان غرم الله لا والله محمد سلطان محمد سلطان اسكت اسكتوا شهر يا اخي قاعد يحرك لي حواجبه يلا العب اقول الله الله محمد سلطان دحيم عبد الغفور ايه حسنين لا والله اسكتوا يا انا حكم يا لا غلطونا يلا هو بيعتذر ذاكرتي محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى خالد ايه حسنين ايوه دحيم خلاص يا لا لا اذا كنت خلاص دحيم اطلع برا يا عمر قال يا عمر عمر نقول اسمه يا طلع ولا لا 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 تقول اسمه هلا اسمه هلا اللي قال الله لا اقصد خلاص. احمد مهدي احمد مهدي كان اسمه عبد الغفور اكيد اكيد قول قول جيب الاسم كامل خلاص طيب سلسله بالكامل محمد حلوين يا جدعان لا دقيقه يلا هذا كم اخذ وقت هذا يلا محمد سلطان دحيم انت قلت مصطفى صح انا قلت لا لا بس خلي اذا اخطب طلع انا عارف انه غلط ادري وانا عارف انه غلط خف علينا خلص. واحد اثنين محمد حسنين والله العظيم انا قلت بس واحده قلت سلطان عبد الغفور عبد الغفور صح عبد الغفور وانا وش قلت عيال قلت برا يا عمر يلا لا 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 يلا يلا ايوه يلا برا راسك غلط هو ليش طلع الحين ما قال اسم نط اسم يلا من جديد انت ها نط اسم احمد ايه ابوس الكاميرا لاني ابغى تصقعها اكل كيف والله كلنا والله تعشوا والله عشاء يعني العب ولا خرب محرر العب العب دقيقه انا ما كملت يا عمر تكفى يا حبي لك تكفى هذاك الدوم شالوه عبد الله هناك تحيم عبد الغفور يا اخي خليه 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 يا حبي لك مصطفى خالد بسالك بالله لا 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 والله كذا خلاص ما والله اقسم بالله غلط انا ما كملت محمد محمد سلطان تحيم عبد الغفور مصطفى خالد حسنين غرم الله حلو انا الحين صح الحين انت يلا معاذ معاذ يلا لبى قلبه حبيبي يلا عمران لبى قلبه محمد سلطان دحيم عبد الغفور ايه ايه لا تجيب ايوه كمل خطا مصطفى خطا ايش خطا؟ ايه لا تقول اسمي لا تقول اسمي ايه انا محمد معكم في اللعبه نتحكم معك لا تجيب اسمي يا عمر ذبحني عمر عمر يا عمر ادخل باللعب يا عمر ذبحتنا يا عمر ما جزيت لك عادي ها لا 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 والله لا والله ما جزيت لك انك ليش تطلعوني من اللعبه؟ لانك خسرت يا حبيبي والله ما خسرت والله ما انزل يلا 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 يا حبيبي خسرت يا حبيبي حتى لو ظلمك شرط احسن ليش تقاتل باسمي؟ هذا خلقك يا عمر يا اخي اقسم بالله صعب علي محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى حلو خالد حلو سلام يا رجال خالد وش الاسم اللي انا قلته دقيقه خالد حسنين ورم الله ايوه اوه اخر اسم لا
معاذ 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 والله اعطنا اسم بسرعه. حمود 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 روح جمعه. ايوه طول صوتك. محمد ايه سلطان حلو دحيم حلو عبد الغفور حلو مصطفى حلو صلى على رسول الله. يا ولد اسكت يا ولد انه لله وانه لله. اسكت مصطفى ايه انت معي. خالد والله ما قال لي شيء والله ما ملاه. استغفر الله العظيم والله ما ملاه. اتق الله. خالد ما شافني. انت معي الحسنين ايه ورم الله ايه معاذ حلو حمود حلو سليم سليم يلا محمد سلطان دحيم عبد الغفور مصطفى خالد حسنين غرم الله معاذ حمود سليم ضيف الله. يلا حلو يلا يا عمران روح له عندك هناك كانت زي ما قلت لك بشيء كلمت. يلا عمران محمد ناصر دحيم نعم 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 وشاهي محمد وين اللي بسكوت ذاك البسكوت اللي يفتح النفس ليه 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 اطلع برا. محمد ناصر مين يا رجل؟ سلطان ناصر سلطان ناصر سلطان ما في لا صربت خلاص هذا قال اول اظن اعطيته فرصه يا اخي ما اعطيته فرصه. خلهم جنب بعض خلهم جنب بعض تكفى الحين قاعد اطلع وراها الحين. تعال يلا قول يلا محمد قرر يلا في جائزه ناصر اي في جائزه من معاذ محمد بن ناصر وشي يلا مبلغ 5000 ريال دور عليا ايه يلا ترى غلط الله قول شيء. محمد سلطان ايه ترى غلط انك تخليه يقوم هنا بتوه الحين ثم رمي جسم جنبنا صح حتى لو غلط صح كلام صح. انا عمران انا عمران يا اخي بالذات يا رب ما في واقعيه ما في واقعيه انت الهمني رشدي بهذه الساعه. يلا محمد سلطان دحيم والله يا وجودك اننا غلط ما هو بواقع تعال هنا. سلطان والله من جد محمد سلطان دحيم عبد الغفور اللهم صل على رسول الله. اخذ وقت يا اخي عبد الغفور مصطفى ايه انت معي صح ولا لا؟ ايه مصطفى خالد حلو انت معي خالد خالد حسنين ايوه شفت كيف حسنين دحيم لا غرم الله ايوه خلاص هذا ايه بس غرم الله ايوه غرم الله انا من اول غلط غلطت يا رجال غرم الله غرم الله بعدين غرم الله بعدين معاذ ايه بعدين حمود صح ولا لا؟ ايه صح صح روح بعدين سليم حلو بعدين ضيف الله بالله تقولها بعدين ضيف الله ايه ها؟ ايه بعدين خلاص اسم جديد يلا لا اسم جديد ايه جبريل صراحة غلط بعدين لا ما قلت بعدين جركل هذا اسم ايه جركل ابو جركل ابو جركل ابو جركل اسمه يلا يلا خلينا يلا دقر على ذي يتبع يلا يعطوك محمد والله غلط ولا خليك روح جسنا يا لخبط علي محمد سلطان ايه دحيم ايه عبد الغفور ايه مصطفى خالد ايه حسنين حلو تحكيم ما كان عبد الغفور لا غلط اصبر لا الا عبد الغفور غلط ايش دخل اسم؟ دحيم لا مو دحيم حسنين حسنين ايه عبد والله لا سؤال كنت اغشش كنت في واحد ونص غرم الله ايه بعدين عندي صح؟ لا تو ايه يا اخي انت تعبان لا هذا يغش يا معاذ باعني اخ يلا هذا يغش استمروا يا شباب الحين يجي دورك يضحك الحين يجي دورك معاذ حمود ايوه سليم حلو سليم ايوه ضيف الله ايوه من هو ضيف الله من هو ضيف الله انا صح 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 جركل لا حمود قلنا جركل حمود لا راح يلا يلا العاش يلا زيد اسم زيد اسم جركل جركل سمبوسة يلا انت فرج يلا سمبوسة احمد مهدي يلا محمد ايه سلطان خليته اخر اي من 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 بس محمد محمد سلطان دحيم الله خارجنا عبد الغفور الو مصطفى الو خلاص اطالع فيني اخذ وقته وغلط عندك سؤال اتكلم بسرعه لا تغش بروح اشوف يلا خالد انت معي خالد انت معي ولا لا؟ خالد صح ولا لا؟ ممتاز ترى غلط ما قال لا تدخل فعلا صح والله انا قلت عبد الغفور وقلت عبد الغفور عبد الغفور قلت خالد يلا خالد منين؟ وقلت حسنين معي بعدين حسنين حسنين الحين معي حسنين وبعدين غرم الله ممتاز صح ولا لا؟ اي تكفى وبعد غرم الله يطمع السلامة نروح نضيف الله صح صح
لا معاذ معاذ غلط والله معاذ ايوه انا نسيت غلط غلط وهذا غلط معاذ بعدين حمود ممتاز انت معي وبعدين سليم ممتاز شفت كيف وبعد سليم يطعم السلامه ضيف الله ممتاز وبعد ضيف الله يطعم السلامه سلي شو اسمه اللي جبته انت غلط غلط اللي جبته انا ايه جركل ممتاز وبعدين سمبوسه ايه خلاص وبعدين بقدونس بقدونس يلا محمد سلطان دحيم عبد الغفور خالد لضيع مصطفى خالد حسنين كمل عبد الغفور ايوه لا ما عبد الغفور لا غلط غرم الله ايوه صح شوي ما في حد يغش معاذ تغشش غرم الله ايوه ايوه يا حبيبي انا اعزك والله العظيم اني قدك غرم الله معاذ ايوه لا شوف يغمضني ترى كذا لا 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 وضع يا رجال وضع يا رجال عشان ما كربي فين التحكيم والله انا الراعي جماعه ابعد عنه ابعد لا لا هنا رجل التحكيم يلا خليني اكمل غرم الله يلا بجي الراعي جلس من جنبك قلت غرم الله معاذ معاذ حمود غرم الله حمود جرك سليم ايوه جركل لا قبله ضيف الله غششوا يلا غششوا يلا كيف يعرفوا؟ كيف ادري انه صح ولا غلط؟ انا بقيمه لا ما تقيم ما تقيم جركل جركل سموه جركل مبروك يا حسين يا حسين والله كذا حديتك تبغى الصراحه نعطيك اياها ان شاء الله والله لعبه حلوه جدا والله بالاهداف قسما بالله واني اشكرك عليها لاني بديت احس ان عقريت نشط يا رجال عشنا على الجوالات على لا شوف انت ايش ميزتها بس انت والله ارقام الحين انا اعوذ بالله من الجوال هذا ابو ذاكره ذاكره صح ترى هو المفروض ما يحضر اي شيء راعي مسابقات المفروض ما يحضر ارقام الناس كلهم ايه كنت تحضر ارقام من الجوالات الله يخلي لك ابو فراس تكون ولا ما عشت ميزتها انه تليفون البيت حتى اللي ينهزم يكون جالس صح 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 والله عشان انا تحفظ اي عشان انا اتذكر هذا شيء الشيء الثاني من ذيك الايام معقول غير مكان تلخبط اي أيوة والله اتلخبط خصوصا جنبك واحد ربشه واحد زي جمعان نعم كمان الشيء الثاني احتاج يعطيني الان وش هي الجائزه تكفى الجائزه هي هذه يستاهل 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 الجائزه معناتها يا ابو سنان الحمد لله اني ما اخذت الاول الجائزه بمقدمها الحمد لله اني ما اخذت الاول يا معاذ انت لا لو اخذت الاول الجائزه قيمه شفت شفت السفرة اللي بنروح لها انت احمد انت انت ذاكر عليك احمد انا مو تم احمد بيض الله وجهك والله تم درجة اولى ولا سياحي تم ترى الدرجة الاولى تدري ميزتها لان هي سفرة طويلة تمدد ونستانس لا درجة اولى والله ما فيها ميزة بيننا لا والله لا معليش لا على حسب على حسب لما يجيك لما تكون في السياحي وكل شوي جاي واحد تنزل درجة اولى الزارين يصيحون والله يا الدرجة الأولى اللي ما فيها بزارين أحمد أحمد لا درجة الأولى اسمه درجة الأولى الله يعطيكم العافية بياكل مخ مبدع عبود واصل مستواي أكبر على النظام